لا تخلو رحلات المسافرين بخطوط الترامواي من هكذا عبارات. السلام عليكم، حاولنا نعود الميساج دون ترمينيس لحد الراما، كان في شيء في ترمينيس، كان في شيء في اي كينا راما جيس ورانا اي اسخابينا اي تكمل. العطب فجأة وخاصة بالفترة المسائية، ثم انزلوا أيها المسافرون وأكملوا الطريق سيرا. مسافرون عبر رحلة العناصر درقانة، هما يطلقوا بزاف لي رام بزاف، ومن بعد كي شغل يكون عندهم شغل بزيادة يعاودوا يدوروا يديروا ديميتر، وما يهمهمش غلط الناس على بالك. ففجأة لقينا بلي لو ترامواي نو مارش بلو، قال لك يافي ان اكسيدون ولا ما على باليش، بصح هما ما اعلنوش هذا للزبائن، كانوا يبيعوا لي تيكي وما كانوش يقولوا. في ظل انعدام الامن والمراقبه، لك ان تتخيل حجم المعاناه. والله ما تسعى، والله ما تسعى. طلع شوفي، تلقاي واحد يطلع ب ب ب ب ب بريودة تاع العيد مثلا، يطلع بكبش، والله العظيم غير بكبش، لي زانيمو ممنوع. ما كاش لا سيكيريتي، ما كاش. افغي هذه ما كاش منها، كيفاش انت الزبون ترفدهم على باليش منين ومن بعد تتاكو هكا تقول له بلي فوالا تحبس هنا، نو. صحيح ان جزءا كبيرا من مسؤوليه الحفاظ على وسائل النقل تقع على مرتاديها، لكن بعض من المسؤوليه تجاه المواطنين شيء اجباري ايضا.